السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل وجبة كده، هنعمل البط بالفريك، وكمان هنعمل الملوخية، وكمان هنعمل الطاجن بتاع البامية على البط. يلا بينا نبدأ الوصفة ونسمي بسم الله ونقول اتعملت ازاي الحاجات الجميلة جدا دي. وتفضلوا معايا النهاردة الغداء بتاعنا هيكون بط وبامية وكمان ملوخية. يلا بينا على طول نبدأ الفيديو ونسمي بسم الله ونقول اتعملت ازاي الحاجات الجميلة دي كلها. هنا أول حاجة هنعمل الفريك الحشو بتاع البطة. عندي هنا دول أربع بصلات كبار، فرمتهم في الكبة وحطيتهم في الحلة، وحطيت عليهم معلقتين سمنة كبار وهشوح فيهم. أنا ما بحبش أعمل البط ولا الكبدة ولا القوانص بتاعتهم. الكبدة والقوانص بحب أحطها في القلب بتاعها، ما بحبش أحطها في الفريك، مش زي الحمام يعني. أنا هنشوح البصل لحد ما يبقى معانا خالص، وبعد كده نحط عليه الفريك. كده شوحت البصل شويه، انا عايزاه بس يفضل جبلان مش يصفر. عندي بقى ايه نص كيلو من الفريك، مين بياخد نص كيلو من الفريك؟ لو واحده هيبقى ربع كيلو بس. تمام، نحط بس النار شويه، هنجيب التوابل، هنبخر بايه؟ هنبخر بفلفل اسود، نص معلقه من الفلفل الاسود المجروش. عندي شويه شطه صغيرين لو بتحبي السبايسي، اهو مش كتير. عندي رشه جوز الطيب، هاخد بس رشه بسيطه منها. صغيره قوي، هحط عليها ظرفين من اللي هو المكعبات اللي هي المرقه الفوريه مش المكعبات، وبيدي طعم حلو جدا وتست جميل للفريك من جوه البط. تمام، عندي نص معلقه من بهارات الفراخ، برده مش كتير مش هكتر، زائد الملح بتاعي، هاخد معلقة صغيرة ممسوحة وهقلب الفريك. الفريك انا ما بحطلهوش مية، تمام، لان انا الفريك غسلاه كويس جدا جدا ونقعاه في المية لمدة 3-4 ساعات، ما بنقعش من بالليل، لان الفريك لو نقعتيه من بالليل بيعدي معاكي في البط بالذات، عشان بياخد وقت اكتر من الفراخ واكتر من الحمام، ف بلاش نقع الفريك من بالليل. اي حاجه هتحشي بيها الفريك لازم تنقعيه قبليها بثلاث اربع ساعات بس. هشوح بقى الفريك كويس جدا وهشوف الملح بتاعه كويس، وخلاص على كده يبقى جاهز للحشو بتاعنا. عندنا الفريك بعد ما خلصت من على النار اهو، حطيته في حاجه عشان يبرد. عندي البطايه طبعا نظيفه من جوه ومن بره، غسلتها بالملح وكمان شويه دقيق، فرقتيها من فوق ومن تحت، هتبقى زي الفل. تمام، عندي هنا يعني الملح حطيته فيها، لينت البطه عشان تاخد طعم الملح وتبقى طعمها حلو ما تبقاش عظمه، لينته فيها يعني ممكن لو من بالليل للصبح تبقى حلوه جدا. تمام، هحط الفريك بتاعي، مش هحشي كتير من جوه عشان ما تفتحش معايا في الكيس. لاني هحط معاها الكبد والقوانص، الكبده والقوانص بتاعتها.
كده كفاية لأن يعشي الزوج. عندي بقى القلب بتاعها الكبدة طبعا كلهم متلينين في الملح زي ما قلت لك مع البطايه. تمام هقفل بالعنصه. بصوا انا ما حشيتش قوي عشان ما تفتحش معايا البطايه من جوه تبقى شكلها مش حلو. هبتدي اكتف كده. حشيت البطايه الاولانيه ولقيت الرجل بتاعتها صغيره ما رضتش تخش في الفتحه اللي تحت. رحت جبت الخيط ولفيته على الرجلين من كده. تمام هنحشي البطه الثانيه. البطه الثانيه اصغر منها شويه وهنحطهم بقى يتسلقوا في الميه. بعد كده نحط لهم يعني لهم خلطه حلوه جدا للتحمير بتاعهم من بره. هنا عندي بقى الميه بتاعت السلق بتاعت البط، حطيت فيها ورق لورا وحبهان وكمان بصل. وهنزل بقى البط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما غليت الميه كده حطينا البط بتاعنا. البطتين حطيتهم واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي عشان الحله تساهم. عندنا بقى الملح، عندي معلقه ملح هحطها كده ومش هغطي الحله خالص. تمام لحد ما تغلي معايا البط بتاعي علشان ما يفتحش معايا في الميه بتاعته. تمام هيستوي بقى ونعمل لهم بقى الخلطه اللي هتخش الفرن بيها. هنعمل بقى الخلطه اللي هندهن بيها البط. عندي هنا هناخد معلقتين صلصه معلقتين كبار، هنحط عليها دبس رمان ميه عادل كده ايه معلقه كبيره مليانه. عندي صويا صوص برضو معلقه كبيره مليانه. هحط عليهم زيت شويه زيت التوابل بتاعتي. نص معلقة من الفلفل الأسود، عندي سنة صغيرة من الشطة بتدي طعم حلو جدا، عندي معلقة مليانة كاري. هنحط رشة جوز الطيب. فرشة صغيرة مش كتير عشان ما تمررش معاكي البط. تمام هاخد ملح مش كتير برضه نص معلقة صغيرة. هقلب الخلطة دي كلها مع بعض كده وهدهن بيها البط بقى من فوق ومن تحت ومن كل الجناب. وبعد كده احطه في الفرن هيقرمش معاكي من بره وهيبقى طعم حلو جدا وتست جميل جدا للبط. دي الخلطه بتاعته اللي هندهن بيها البط عشان ما اطولش عليكي الفيديو. طبعا الدهن بالفرشه من فوق ومن تحت ومن كل حته هتدهنيه. هنعمل بقى التقليه بتاعت الضاميه. عندي هنا بصلايه مش كبيره متوسطه، حطيت عليها شويه سمنه وحمرتها كده اتبدلها بس. هنزل عليها بمعلقه ثوم بس تتبدل شويه. الثوم طحناه بكزبره ناشفه، حطها في معلقه صغيره بكزبره ناشفه. هنحط الثوم
تقلية البامية. كده شوحنا البصل مع الثوم مع الكزبرة، هنزل عليهم بمقدار نص لتر من الطماطم. هشوحهم مع بعض كده. هجيب شوية سكر صغيرين جدا عشان الحموضة بتاعت الطماطم اهو، وهسيبها بس تتسبك مع بعض قبل ما احط لها التوابل بتاعتها. كده الصلصه بتاعت الباميه اتسبكت شويه، هحط فيها التوابل بتاعتنا. عندي مكعبات مرق، حاطه 3 مكعبات، التوابل بتاعتها مش كتير عشان تدي طعم تحس بالباميه اللي انت بتاكلي الباميه صح. تمام. عندي كزبره ناشفه، احنا حطينا اوريدي في الثوم، بس هنزود عليها. وعندي ملح، شويه ملح صغيرين عشان الشوربه طبعا بتاعت البطن. وهقلب وهسيبها برده تتسبك مع بعض، تاخد وتدي كده لحد ما تتسبك خالص. عندنا التقليه بتاعتنا اتسبكت خالص اهي، هنزل بقى عليها بالشوربه قبل ما احطها على البامية في الطاجن. مش هكتر برضو شوربة، لو عوزت ان انا احطها لو عوزت شوربة وهي في الطاجن هزودها، لكن مش هكتر هنا شوربة علشان ما تبقاش التقلية بتاعتنا خفيفة. تمام كده، هنزل بقى على الطاجن بيها. كده حطينا الباميه بتاعتنا في الطاجن، وانا بحط يعني احب احط معاهم فصوص من الثوم. هنحط بس شويه شطه على التقليه بتاعتنا عشان تدي طعم حلو جدا. تمام، وهنقلب وهنحط على الطاجن بتاعنا. بسم الله، هنزل بكل التقليه كده. هي محتاجه شويه شوربه تاني، هحط لها كده. حطيت شوية شوربة ليها وهدخلهم بقى الفرن يستوي مع البط اهو. البط بعد ما عملته بالخلطة اللي انا وريتها لكم، هدخلهم الاتنين الفرن، وبعد كده هوريكم الشكل بتاعهم النهائي. وهعمل شوية ملوخية بيهم عشان بس مطولش الفيديو طويل قوي. هعمل الملوخية، طبعا عملنا الملوخية قبل كده، فهنشوف بقى الشكل النهائي مع بعض. كده خلصنا الغدا بتاعنا النهاردة، بصوا بقى المنظر. وعملنا شويه ملوخيه حكايه. صوص الملوخيه عامل ازاي؟ اهي عملتها قبل كده معاكم على القناه، ولو عايزينها برضو قولي. والبط بتاعنا بعد ما خلص وطلع من الفرن، وكمان طاجن الباميه اللي طعمه وريحته تحفه تحفه تحفه. يا رب يكون اعجبكم الفيديو بتاع النهارده، واستنوا الفيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. واترككم في رعايه الله، بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، ونزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.